أقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس لجنة الأولمبية البحرينية، مأدبة غداء احتفاء بالملاك الصغار وأصحاب الصقور من مملكة البحرين الذين شاركوا بالنسخة الثالثة لمسابقة البحرين للصقور والصيد، بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والسيد خليفة عبد الله القعود رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة البحرين للصقور والصيد، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة بالمسابقة. وقد أدى سموه مع الحضور شعائر صلاة الجمعة، وعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمشاركة الواسعة من قبل الملاك وأصحاب الصقور بهذه النسخة من المسابقة التي انعكست على إبراز وإنجاح هذا الحدث الذي يقام في موسمه الثالث على التوالي، مشيدا سموه بالمستويات المتميزة التي قدمها الصقار المحليين في هذه المسابقة والتي تحقق من خلالها النجاح المطلوب. وأشار سموه إلى أن الجهود ستستمر من أجل تنفيذ توجيهات الملكية من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة الرعاية والدعم للملاك وأصحاب الصقور بما يسهم بالمحافظة على الرياضات التراثية التي تعد جزءا لا يتجزأ من موروثاتنا وقيمنا العريقة النابعة من التراث الوطني الأصيل، مهنئا سموه في الوقت ذاته الصقار الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا حظا أوفر للبقية بالمشاركات القادمة.